وانا عندي مراه وحده في حياتي واللي هي خاطر بالجلس مشان نقول لك النيه ديالها ولا بلاش. معليش يا قلبي خليفه على ربي راني مالك الخساره مشي لي هاد الخضره. الناس اللي تبغي تربح الفلوس من الانترنت جبت لكم اليوم السيت ديال وان اكس بيت. غادي تدخلوا اول كومونتيرات تلقاو ليان الكود برومو ديالي اللي هو هذا وتلقاوه حتى لتحت اول كومونتيرات. اول تسجيل لكم غتربحوا 130 دولار اللي هي 1300 درهم في اول تسجيل. اللي قل من 18 عام ما يدخلش واللي كبر من 18 عام يقدر انه يلعب. ولكن ردوا البال تقدر تخسر اخوتي العزاز ولكن تقدروا تربحوا انت وكيفاش لعبتي. كملوا الفيديو اخوتي العزاز تهلاو خوت. السلام عليكم تمام الله تكونوا بخير وعلى خير. الدري بغات تيستي شحال دوزتي معاه؟ عام وما بقاش عاقل. ما بقاش عاقل دوزات بزاف. شحال من مره تتلاقى؟ دوزت بزاف. لا لا زعما دوزات بزاف معاه. دوزات بزاف معاه ما تخافيش. دوزات بزاف عندها هو في حياتي قال لك دوزت بزاف. من نهار عرفته ما عرفتش واحد من غير. لا عارفك. لا لا انتم وفيات الدريات كلهم وفيات. فين ساكن شو سميتو؟ سميتو عدنان ساكن في الرباط. في تمارة. عدنان تمارة. سميتو زوينة بوكوس. لا تا هو بوكوس. بوكوس مالك. بحال عارف. السلام عليكم. الو خويا العزيز كي داير بخير؟ بخير. عدنان ياك اخويا؟ خويا عدنان حنا عندنا واحد السوبر ماركت هنا في تمارة حلينا جداد. كنخرجوا للزنقه كنديروا مسابقه للناس كل مره في الشهر تربحوا خمسه ديال الناس. كانت اليوم معنا واحد السيده من المحظوظين. من المحظوظين ربحات خويا العزيز جوج ديال 13 برو ماكس 14 زائد 3 ايام فواياج لمراكش وربحات واحد 5000 درهم قسيمه شراء من سوبر ماركت عندنا تاخذ بها اللي بغات. اخر سؤال عنده هو ان سوبر ماركت اخويا. نعم خويا. شنو سميت السوبر ماركت؟ اخويا العزيز يلا حلينا جداد. خويا العزيز حنا قلنا لك الله حلينا جداد كون كنا عارفين البلاصه بالساداش فهمتي كيفاش؟ مرحبا خويا شنو مطلوب؟ دابا واحد السيده معانا قلنا ليها زعما باش تكمل لك الربحه خاصها تكون ديجا اون كوبل. هي اللي عطاتنا نمرتها كنت تسمعك دابا وعطاتنا النمره السميه المعلومات ديالك كاملين الا ممكن باش نكونفيرميو معاها. تعطينا غير سميتها باش تربحوا ان شاء الله بجوج. خويا انا عندي مراه وحده في حياتي واللي هي خاطر بالجلس مشان نقول لك النيه ديالها ولا بلاش؟ مالك؟ مالك والسميه اللي في لاكارت ماستورا الحسنى. مرحبا خويا العزيز. وقف بلاتي اخويا واحد الدقيقه او بها له فهمتي كيفاش حيري كدا انت سمعتها كدا خلي يشوفو شي يعرفك ولا يتقلب يمشي معاك. لا يعرفني بصوتك صافي انت قولي اش خاسر سكشي خويا اش تهضر معاك يمشي مالك ولكن هي تهضر معاك. الو الو السلام عليكم. وعليكم السلام. شكون معايا؟ معك مالك. مالك انا مالك ولا لا؟ مش الصوت ديال مالك بصح عندك الحق. هادي صاحبتها. شكون هاد صاحبتها؟ اكرام. اكرام؟ ايه. وفين مالك؟ قولو انا اخويا بغيت قولو انا اخويا بغيت نسيستك حتى مالك مقلق. خويا انا بغيت نسيستك حتى مالك مقلقة عليك ياك؟ ايوا صافي الله يخليكم بعضياتكم. خويا اش بغيها؟ امين اخويا. خويا راه خطيبة ديالي كتحب راه داك المستعيل راه كنعرفك انت عنيط ياك. اييه خويا غزال كي داير بعدا مزيان كلشي بخير؟ خويا الله يحفظك اخويا الله يسالك. انت شوف خويا العزيز هي راه معانا ولكن بعيدة راه مبغاتش تهضر معاك كانت مقلقة شوية ياك انتم هضروا انتم. صافي شوف حنا نصالحكم دابا. هضري مع السيد تيهضر مع السيد راه تيبغيك صافي هضري. الو صافي بخير مزيان بخير الحمد لله الحمد لله. اش كتسنى مني؟ والو شنو شي طايحه على راسك؟ ما نعرف. لا لا بالي طايحه على راسك. واش تيبغيك؟ تيش تبغيه؟ تنموت عليه. ويلي والله. انت اخويا العزيز؟ اخويا راه بلا ما نحتاج نقول لها راه عارف انك نجم صور عارف انك نجم صور. صاحبتها كاع كتصفق عليها. صاحبتها راه تصفق ليها قالت لها مبروك عليك. الله يبارك فيك اخويا الحبيب الله يحفظك الله يكبر فيك. راه ديروا شي حاجه. شوف كيفاش وليت على قبلها هي راه تقول لي. بصح تغير على قبلك. بزاف. ياه انت دابا مالك ما؟ ما تقلقتش شفت واحد الحاجه ما عجبتنيش وصافي. هيا واحد الحاجه وصافي كنت قاعد نسال. غيره فهمتي غيره تتكيره. راه بصح الدريات فيهم هاد البلان. الله يسمح ليهم من هاد البلان. ما دراوش ما تنديروا والو.
تيشوفوا شي حاجه صافي تياخذوها هكا كيف ما شافوها هما ما نقدرش لك يقولوا راه كلشي غلط في اللعيبه. اه كاينه بصح اخويا والله يلا خصك تقدري راه كاينين الفتيات ديال الخدمه كاين الزميلات كاين ما عنديش انا هادشي في القاموس ديالي لا لا والله تاع لا لا ما كاينش ما كنعرفش هادشي هو اصلا عارفني ما كنعرف لا فتيات ولا فياتات ولا حتى شي حاجه من هادشي لا حتى شي حاجه انت اخويا العزيز شوف ملي ديروا شي حاجه زوينه عرض علينا باش نجيو عندك للعرس نجيبوا لك شادوات لا باه اكل اكل شوف عياك جاوا لي خويا علمت انا هادي نشوفوا الله يحفظك لي اخويا الغزال الله يكمل عليك ودريه زوينه ومؤدبه وشوفت انت زوين بغيت نطلب منك واحد الطليب الله يحفظك مرحبا دوز شي فيديو ولا شي لعيبه ما تدوزش وجه الله يبارك لا لا وجهه ما يدوش نطبب ليه وجهه ضروري كون هاك مرحبا خويا الغزال تحياتي هادشي غير عليك شي غير عليك شي مرحبا الله يحفظك خويا الغزال انت تجي لقنيطره مرحبا بك اي حاجه تحتاجها مرحبا خويا الغزال تحياتي لك خويا تحياتي مرحبا مرحبا فرحانه دابا فرحان اش جات السميه جابو انا عارفه اصلا كيبغيني شنو تقولي ليه من هاد المنبر نقول ليه عمري نخليك حياتي كلها واخا واخا يوقع اللي وقع وانت خليتي دابا الشيء لا لا ماشي كما قال هو الغيره وصافي دابا انت باش تغيرش عليك صاحبتك ما صاحبش انا ويلي اش بان لك راس طولو ديال راس انا بحال انا انت صاحب لا بالعكس صاحب الساعه الله يجيب